الشيخ أبو عيضة اللي فالبه واقف يبان الوافي عمها والمرجلة خالها وعيالها اللي لهم شيمه وقيمه وشان أهوانهم اللي فعوله ما حد انطالها الأوله لا إله إلا الله المستعان المعتني بالعباد وعالم أحوالها والثانية عند قوم يكسبون الرهان الجود من طبعها والمدح يثنانها الشيخ أبو الشعر عرف وموهبة في نظم ولا ملعبة ما هو بشاهي تشربة يلي تحسب الناس أهل وانا لي حان الطلب شاعر ومثل لي عرب وانحت بيوت من ذهب وحلى ولذ من العسل الشعر عرف موهبة في نظم ولا ملعبة ما هو بشاي تشربة يلي تحس بالنازل وانا يوم النغير قصة في وقفة درج المرأة
هبكم كحنا للعدو
نار وزوجتك علومها. يا كم جدعنا روس وجدك علومها. حنا عتبها بكل جبن الدخيل يا كم روسنا بكل دق خشومها. حنا للوقفات لها بالذليل قبيل تعرف بقوة عزومها. أبكب حنا للعدو سيف صقيل يا كم جدعنا روس جدك علومها. اللي ذا يفرق عن كل ليل قريحتي هبت وانا زي زومها. بحفلتك والله لبدع بالجزيل وبحور ابيات الشعر عومها. قريحتي مثل السحاب اللي تخيل ترجم على الطيب بكل رجومها. منصب دخيل الله وله فعل يهيل والنعم يشريها ويفرق سومها. والشيخ الارتكا شال الثقيل دخيل الله هالرجال يقضي زومها. والعيال من لادن في علا يميل في ساعات الشد اصحاب يرومها. يا مرحبا في حفلة الحر الاصيل فهلا الوفاء الليل فان قدومها. على الفقار جلال صهر وحيل بروس الرجال اللي تحفظ سلومها. على الفقار جلال صهر وحيل بروس الرجال اللي تحفظ سلومها. حنا عتبها بكم زمان الدخيل يا كم روسنا بكل دق خشومها. حنا للوقفات لها بالذليل قبيل تعرف بقوة عزومها. أبكب حنا للعدو سيف صقيل يا كم جدعنا روس جدك علومها. الليل دا يفرق عن كل ليل قريحتي هبت وانا زي زومها. بحفلتك والله لبدع بالجزيل وبحور ابيات الشعر عومها. قريحتي مثل السحاب اللي تخيل ترجم على الطيب بكل رجومها. منصب دخيل الله وله فعل يهيل والنعم يشريها ويفرق سومها. والشيخ الارتكا شال الثقيل دخيل الله هالرجال يقضي زومها. والعيال من لاد النبيع ولا يميل في ساعات الجد اصحاب يرومها. يا مرحبا في حفلة الحر الاصيل فهلا الوفاء الليل فان قدومها. على الفقار جلال صهر وحيل بروس الرجال اللي تحفظ سلومها. على الفقار جلال صهر وحيل بروس الرجال اللي تحفظ سلومها. الشيخ ابو عيض ظهلي فالمواقف يبان. الوافي عمها والمرجل خالها وعيال اهلي لهم شيمه وقيمه وشان اهوانهم اللي فعوا
الشام خرعه مرحبا ترحيبة الطيب معنا بدايل الطيوب غضرة ترحيبة نعرف يا بها مرحبا.
الشيخ ابو عيضه اللي فالمواقف يبان الوافي يا عمها والمرجل خالها وعيالها اللي لهم شماه وقيمه وشان أهوانهم اللي فعوله ما حد انطالها الأول لا إله إلا الله المستعان المعتني بالعباد وعالم أحوالها والثانية عند قوم يكسبون الرهان الجود من طبعها والمدح يفنانها الشيخ أبو مساكم الله بالخير. أوانيكم وعيال عمكم أهل الخامس سالم سلم. جايين مشاركين مباركين مبارك العريس نقول له ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله ولك وبارك عليك وجمع بينك وبين أهلك بالخير. يا مشاركين مباركين معنا واجب مبلغ 7000 ريال. من عند عبد الرحمن ومن عند خميس ومن عند خير الله ومن عند ضيف الله إن كان كثير تستاهلوا يا عيال عمنا وإن كان قليل المعذرة والسموحة ولو فارس الديوة لكم بينكم يا مرحبا الله يحييكم مرحبا الله يحييكم وافي واجبكم وافي والله يحييكم يا ابن عمنا وابنته مرحبا الملايين أنتم ومن حضر الله يحييكم جميع يا مرحبا الله يحييكم الشعر عرف وما في نظم ولا ملعبه ما هو بشاهي تشربه يلي تحسب الناس هال وانا لي حان الطلب شاعر ومثل وانحت بيوت من ذهب واحلى ولذ من العسل الشعر عرف موهبه في نظم ولا ملعبه ما هو بشاهي تشربه يلي تحس بالنازل وانا لي حن الطلب شعر ومثل لي عرب وانحت بيوت من ذهب واحلى ولذ من العسل يوم النغير قصه
مرحبا وعداد ما لا تمزون المخايل مزنة انسالت بثرات ديار وشعبها مرحبا ترحيبة الطيب معنا بجايل الطيوب اغلى ترحيب لا لمجابها مرحبا وعداد ما لا تمزون المخايل مزنة انسالت بثرات ديار وشعبها في محل الوفاء والكرم كم زبان الدخيل يا كم روسنا وكن دق خشومها هم كم كحنا للعدو سيف صقيل يا كم جدعنا روس وجدك علومها يا كم جدعنا روس
وجدك علومها. حنا عتبها بقمش بنا الدخيل، يا كم روسنا بكل دق خشومها. حنا على الوقفات لها بالدليل، قبيل تعرف بقوة عزومها. أبكب حنا للعدو سيف صقيل، يا كم جدعنا روس جدك علومها. الليل ذا يفرق عن كل ليل، قريحتي هبت وانا زي زومها. بحفلتك والله لبدع بالجزيل، وبحور ابيات الشعر عومها. مثل السحاب اللي تخيل، ترجم على الطيب بكل رجومها. منصور دخيل الله وله فعل يهيل، والنعم يشريها وهي فرق سومها. والشيخ اللي ارتكاش على الثقيل، دخيل الله الرجال يقضي زومها. والعيال من لا تنفيع ولا يميل، في ساعة الشد اصحاب يرومها. يا مرحبا في حفلة الحر الاصيل، مهلا الوفاء اللي لفان قدومها. صهر وحيل بروس الرجال اللي تحفظ سلومها. على الفقر ودلال صهر وحيل بروس الرجال اللي تحفظ سلومها. حنا عتبها بقمش بنا الدخيل، يا كم روسنا بكل دق خشومها. حنا على الوقفات لها بالدليل، قبيل تعرف بقوة عزومها. ابكب حنا للعدو سيف صقيل، يا كم جدعنا روس جدك علومها. الليل دا يفرق عن كل ليل، قريحتي هبت وانا زي زومها. بحفلتك والله لبدع بالجزيل، وبحور ابيات الشعر عومها. قريحتي مثل السحاب اللي تخيل، ترجم على الطيب بكل رجومها. منصور دخيل الله وله فعل يهيل، والنعم يشريها وهي فرق سومها. والشيخ اللي ارتكاش على الثقيل، دخيل الله الرجال يقضي زومها. والعيال من لاد النفيع ولا يميل، في ساعة الشد اصحاب يرومها. يا مرحبا في حفلة الحر الاصيل، فهلا الوفاء اللي لفان قدومها. على الفقار دلال صهر وحيل بروس الرجال اللي تحفظ سلومها. على الفقار دلال صهر وحيل بروس الرجال اللي تحفظ سلومها. الشيخ ابو عيض ظهلي، فالمواقف يبان. الوافي عمها والمرجل خانها، وعيالها اللي لهم شبه وقيمه وشان. أهوانهم اللي فعلوا
Oh,
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمع القلوب وحقق المرغوب وسهل المطلوب وجمع في هذه الليلة الأفئدة والقلوب، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الرسول المحبوب الذي يسر الله له الخطوب، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الضيوف الكرام، بادئ ذي بدء يطيب لي أن أتقدم بالتهاني والتبريكات للعريس ونجم هذه الليلة الشاب منصور دخيل الله العيلي، وأقول له بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. وأقول لشيوخ وأعيان قبيلة العيلة جميعا، إنه من الصعوبة بمكان أن يعبر الإنسان اليوم بما يجول في الفؤاد من عبارات الوفاء لأهل الوفاء، وتزدحم عبارات الشكر لأهل المواقف المشهودة. ففي هذه الليلة تزداد البهجة والضياء وتكتمل الفرحة بهاء ونقاء. كيف لا وقد اجتمعت هذه الوفود من كل حدب وصوب، لا تحسب المسافات ولا تأب هم المصاعب والعقبات، أتت ملبية لدعوة الجود والكرم ودعوة من يستحق الوفاء. الضيوف الكرام، الحضور الأعزاء، نيابة عن الداعين وأهل الشأن وعن عموم خامس الغربان من قبيلة العيلة، أقول لكم حياكم الله وبياكم، حياكم بين أهلكم وإخوانكم مرحبا بلا عدد، وكذا الشكر موصول لكم ألفاً بألف. تحية تهتز فرحاً وسروراً بلقيا هذه الوجوه الطيبة التي نسأل الله أن يديم عليها الفرح والمسرات. خير ما نبدأ به أمسيتنا هذه آيات من الذكر الحكيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي
إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. صدق الله العظيم. نستهل أولى الفقرات مع كلمة ترحيبية يلقيها نيابة عن أهل الشأن الأستاذ طلال بن دخيل الله العيالي. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شيخ شمل قبيلة العيلة الشيخ محمد بن معوض العيلي، شيوخ وأعيان قبيلة العيلة، شيوخ وأعيان القبائل، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. نرحب بكم باسم والدي الشيخ دخيل الله بن رضيان العيلي وإخواني وأبناء عمومتي أجمل ترحيب، فأهلاً وسهلاً بكم، حللتم أهلاً ووطأتم سهلاً. ضيوفنا الكرام، إن حضوركم شرف لنا ويضفي على حفلنا أنساً وسروراً، ففرحتنا غامرة في ليلة الاحتفال بزواج أخي الشاب منصور بن دخيل الله العيلي الذي نقول له بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. فلكم ضيوفنا جزيل الشكر على إجابتكم الدعوة وتحملكم عناء السفر والحضور وتشريفنا حفلنا هذا، فجزاكم الله خير الجزاء، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، وجعل أيامكم عامرة بالأفراح والمسرات. وأسأل الله أن يديم علينا الأمن والإيمان في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ويحفظ بلادنا وولاة أمرنا. كما أسأل الله أن يحفظ جنودنا البواسل على الحد الجنوبي، فحق علينا الدعاء لهم في كل محفل بالنصر والتمكين. ضيوفنا الكرام، نجدد الترحيب بكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. صدق الله العظيم. الكلمة الطيبة بسمة الحياة وعطر الشفاء وبلسم الجروح وشفاء الجسد والروح. نستمع وإياكم إلى كلمة يتفضل بإلقائها الشيخ عبد الله بن عبد العيلي، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أصحح لأخي المقدم فقد قدم اسم أبي على اسمي، فأنا عابد بن عبد الله. إخوتي الكرام، روى ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن زيد ابن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام وبقي يسأل عن الدين ويتتبع العلماء من اليهود والنصارى، فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينهم، فقال: لعلي أتبع دينكم الذي تدينون به. فقال هذا العالم اليهودي: لا يكون ذلك إلا بعد أن يكون عليك نصيب من غضب الله، نعوذ بالله. فقال زيد: وما أفر إلا من غضب الله، ولا أحمل من غضب الله شيئا، ولا أحمل من غضب الله شيئا، ولا أستطيعه، فهل تدلني على غيره؟ قال: ما أعلمه إلا أن تكون حنيفا. قال: وما الحنيف؟ قال: أن تكون على دين إبراهيم، فإنه عليه السلام لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فخرج من عنده.
فلقي عالما من النصارى فقال له مثل ما قال لليهودي، فقال هذا العالم النصراني: لا تستطيع الدخول في ديننا إلا أن يكون لك نصيب من لعنة الله، نعوذ بالله. فقال زيد: وما أفر إلا من لعنة الله، فهل تدلني على غيره؟ قال: لا أعلمه إلا أن تكون حنيفا. قال: وما الحنيف؟ قال: أن تكون على دين إبراهيم، فإنه لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. قال: فخرج من عنده، فلما برز بعيدا عنه رفع يديه وقال: اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم. هذا الرجل زيد بن عمرو بن نفيل هو ابن عم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. توفي هذا الرجل قبل أن يدرك مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عنه عليه الصلاة والسلام: إنه يبعث يوم القيامة أمة وحدة. وربنا عز وجل قال عن إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. الثبات أيها الكرام في زمن الفتن، الثبات عند كثرة الضلالات والبدع والخرافات، الثبات عندما لا يكون على الحق إلا أنت، الثبات مطلب شرعي مهم. وسأذكر لكم بعض الخطوات التي تعين على الثبات في زمن الخطوب والمدلهمات في زمن الفتن، ونحن نرى بأم أعيننا كيف أن بعض الناس تحول وتبدل وتغير، وأصبح ما كان بالأمس حراما أصبح اليوم حلالا، وما كان حراما أصبح فيه قولان، وما كان حراما أصبح فيه أقوال أخرى. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على دينه حتى نلقاه. فأول عوامل الثبات أيها الكرام الاعتصام بالكتاب والسنة. فربنا عز وجل قال عن المشركين في قولهم لمحمد صلى الله عليه وسلم: وقالوا لو وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال الله: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. الثبات أن تقرأ كتاب الله، الثبات أن تعمل بما في هذا الكتاب، الثبات أن تقف على حدوده، الثبات أن تلتزم بأوامره وأن تجتنب نواهيه. وفي السنة قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما أبدا، كتاب الله وسنتي. الخطوة الثانية الاعتبار بالسير وقصص الأنبياء والمرسلين، فإن في قصصهم عبرة وفي قصصهم ثبات. كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ومن وسائل الثبات في زمن المدلهمات والفتن الدعاء، وقد كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان يكثر صلى الله عليه وسلم من هذا الدعاء حتى في السجود. وربنا عز وجل ويقول: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. النبي صلى الله عليه وسلم ثبته الله عز وجل، وأنا وأنت نسأله الثبات كما ثبت محمد وأصحابه.
ومن الخطوات في الثبات الرفقة الصالح، ولينظر كل منا في من يصاحب ومن يصادق ومن يعاشر ومن يخالل، فالمرء على دين خليله. قال الله عز وجل في سورة الكهف التي قرأها أعظم أهل الإسلام اليوم، قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تتبع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. كثير من الناس اليوم زلت به القدم لأنه اتبع أهل الشهوات وفتن بما رأى وفتن بما يقدم وما يعرض وما تعمل له الدعايات من كل حدب وصوب وباسم التطوير وغيره. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على طاعته، نسأل الله عز وجل الثبات. لا أنسى أن أبارك لأخي منصور بن دخيل الله زواجه، فبارك الله له وبارك عليه وجمعه بأهله في خير، ونسأل الله جل وعلا أن ينصر إخواننا المجاهدين المرابطين على الحدود وأن يسدد رميهم وأن يثبت أقدامهم وأن يشفي جريحهم وأن يتقبل شهيدهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الدين في كل مكان. اللهم من عادانا في ديننا وأراد بنا سوءا وفتنة، اللهم فعليك به يا رب العالمين. اللهم أعز ولي أمرنا بطاعتك واجعله عونا للحق وأهله يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لك ونفع بما قلت. لا تخفى على أحد أهمية الشعر وعذوبته، وأنه اللسان الذي يعبر عن ضمير الشاعر وبالتالي عن ضمير مجتمعه. نبدأ أول المشاركات الشعرية، ومشاركة شعرية مهداة لفارس هذه الليلة يلقيها الشبل هشام بن طلال العيلي. بسم الله الرحمن الرحيم. أبارك لعمي منصور والله يجمع بينهم في خير. يا الله يلي فوق سبع السماوات، يا واحد كل البشر تستجيله، نزل علينا رحمتك والبركات واجعل منازلنا في أعلى الوسيلة. يا مرحبا مليون واثني التحيات للي حضر في حفلنا من القبيلة، يا مرحبا ثم مرحبا عشر مرات، عد السحابة اللي تقافى مخيلة. يا للعوايد من سنين قديمات، وهل الشيم والقيم والجميلة، ربعي مثيل النايفات الطويلات، عز الله ربعي سيوف طويلة، وربعي لهم في الطيب صولة وجولات، ورجل بلا ربع حياته هزيلة. والليل هذا غير عن كل الأوقات، ليلة فرح ما تشبه إيات ليلة، الله يديم أفراحنا والمسرات، وقت الفرح ما في شيء مثيله. وبهدي على عمي من الورد باقات، منصور سيف من السيوف الثقيلة، واختامها يا مرحبا عشر مرات، عد السحابة اللي تقافى مخيلة. وسلامتكم. صح لسانك يا هشام، ومن علو إلى علو إن شاء الله. مشاركة أخرى من الشاعر سلطان بن حفنان العيلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية نرحب بجميع الضيوف حفل ربعي خامس الغربان، والله يحييكم مرحبا هيل عد السير، ونبارك العريس هذه الليلة الملازم أول منصور بن دخيل الله العيلي، ونتمنى له التوفيق والله يجمع بينهم بخير إن شاء الله. مهما كتبنا ومهما قلنا
والله ما حنا موثين ربعنا خامس الغربان هل الطيب وهل العلوم الغانمة، ولكن إن شاء الله يتقبلون هذه المشاعر والأبيات اللي حقيقة ما توفي قدرهم عندنا. يقول: من دون ربعي ما عرفت المعاذير، أحضر لداعيهم وسوق البشارة، حتى ولو أني خسرت المخاسير مع ربعي الوقفات ما هي خسارة. ربعي بني عايل وجيه مسافير، من روس الأدن فاعل مو قرارة، أهل القنا وأهل السيوف البواتير وأهل الكرم والضيف تحشم وقارة. الشيخ أبو عيضة مقر المساير، عند الشيخ أبو عيضة مقر يا مرحبا يا ضيف حشمه وتقدير، عند الرجال أهل الوفا والنعارة، قبل الشحم تلقى الدلال المباهير دلال رسلان المقند بهارة. الشيخ أبو عيضة مقر المساير، كريم سبلة ما يعرف القصارة، من شوره تحلى الأمور المعاسير وعياله صقورا بمعنى العبارة. مبروك يا منصور مع هامس الخير، يا ضابطا بالعز حدد مساره، درب العلا صعب ولا فيه تيسير، وانت وصلته بالعزم والشطارة. بالعلم والحكمة قطعت المشاوير حتى كسبت الأولات بجدارة. مبروك يا منصور مع هامس الخير، يا ضابطا بالعز حدد مساره، درب العلا صعب ولا فيه تيسير، وانت وصلته بالعزم والشطارة. بالعلم والحكمة قطعت المشاوير حتى كسبت الأولات بجداره، مناسب اللي ذكرهم بالوفا غير، ومجادهم ما هي بعد مستعارة، داع القثام يسطر المجد تسطيرهم عسكر البارود وأهل الأمارة. مناسب اللي بالوفا ذكرهم غير، ومجادهم ما هي بعد مستعارة، داع القثام يسطر المجد تسطيرهم عسكر البارود وأهل الأمارة. من ربعي عتيبه قروم ومشاهير، في مدحهم زاد القصيد ابتكاره، تاريخا أكبر من شمنصير والنير، وفي روسنا علم الوفا والسطارة، إن شب نار العز وتشب وتنير، يوم إن ولد اللاش ما شب ناره، خوينا ما جاه في الوقت تقصير، وعدونا دايم يذوق المرارة. عاشت بلادي منبع العز والخير، أرض الأصالة والوحي والحضارة، من دونها كفوا يهد الطوابير، الشام خلي عز شعبه وداره، وفي جنبه محمد زبون المخاسير اللي حما شعبه وداره وجاره، حنا معه وإن جات بعض التقارير الشعب كله معه رهن الإشارة. وسلامتكم. قصة كفاح تمثلت في التعلم الذاتي والرغبة في الاختلاف والتفرد. فيلم وثائقي قام بإعداده وجمعه أبناء الشيخ دخيل الله بن رضيان العيلي كجزء من فخرهم واعتزازهم وردهم لجميل أبيهم. نتعرف على شخصية تفردت وتميزت في وقت يسوده الأمية. نشاهد وإياكم هذا الفيلم، بعدها نعود لاستكمال فقرة ما تبقى من الحفل. تواضع الإمكانات لم تكن حائلاً عند نزول الرغبة، فهنا دخيل الله رضيان العيلي ولد ونشأ وترعرع. شأنه شأن أقرانه في زراعة الأرض ورعي الغنم. ففي بلاد العيلة وقبل أكثر من 50 عام كان لهذا الرجل قصة كفاح ونقطة تحول تمثلت في التعلم الذاتي والخروج من ثوب الأمية الذي كان يمثل النسبة الأعلى خلال تلك الفترة. اكتسب بنفسه القدر المناسب من المعارف والمفاهيم والمهارات. من أبجديات اللغة تحول الاهتمام إلى تدوين الأحداث الاجتماعية والعالمية، حيث استشعر أهمية كتابة المذكرات اليومية أو حتى شبه اليومية، أو التي تتعلق بالأحداث الهامة والمؤثرة.
اهتمام وشغف كبيرين بما يدور في فلك المجتمع، فعبر أثير إذاعة الرياض كان التواصل وبذل الجهد للوصول إلى رفع المطالب التي تهم المواطنين من خلال البرامج الإذاعية، منها بريد المستمعين وفكرة من المستمع. لقاء أسبوعي يجيب على أسئلة المستمعين واستفساراتهم. جهد متواصل لاستدام المعرفة والمهارات والتنمية، توسع فيها حتى وصل إلى تعلم اللغة الإنجليزية متميزاً بثقافة مغايرة ومختلفة، نظر إليها على أنها ضرورة أساسية من ضروريات الحياة وهدف أساسي يستحق أن يتحقق، وأن التعليم ركن أساسي لرقي المجتمع وتقدمه في مختلف المجالات الحياتية. عوامل عدة ساهمت في إطلاق قدراته وتسليحه بالعلم النافع والخبرة المثمرة والمعرفة الواسعة وتنمية ملكاته وقدراته وتطوير مهاراته ساهمت في إدراكه ووعيه، مستمرا بهمة عالية ونشاط ملموس وعمل دؤوب. ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. بسم الله الرحمن الرحيم. أخوكم دخيل الرضيان العيلي، ولدت في شفا العيل عام 1368، وحسب عمل الوالد ومهنة الوالد إنه كان يعني مهتم بتربية الحلال والمواشي، كنا نتنقل من منطقة إلى منطقة يعني تبع للمرعى وللمحلات اللي استفيد منها الحلال. كان عندي رغبة إني أتعلم وإني أتثقف، وإني كان عندي حب استطلاع، برغم إني في عشت في مجتمع أمي، مجتمع لا يقرأ ولا يكتب، وكنت مصر على إني أتعلم لأخدم ديني وأخدم المجتمع هذا وأتثقف وأتعلم وأقرأ القرآن. نسمع عن القرآن حتى يعني ربما نعرف إلا قصار الصور. الناس زي ما قلت كلهم أميين، لا أحد يقرأ ولا أحد يكتب في هذاك الزمان. فكان عندي رغبة شديدة في هذا الموضوع، وكنت مصر على إني أتعلم. ما في لا مدارس ولا أحد يقرأ ويكتب ولا أحد متعلم، وإحنا في بيئة بدوية زي ما قلت. ولكن زي ما قلت في السابق كان عندي رغبة في التعلم، وبدأت أبحث عن أي وسيلة توصلني إني أتعلم وإني أعرف الأمور هذه. فسمعت قصيدة ألفية كانت قبل كل بيت حرف، أنا حفظت الحروف هذه وأنا ما أعرف معناها، وبقيت أحافظ الحروف هذه 28 حرف وأنا ما أعرف إن هذه لها معنى في التعلم وفي القراءة وفي الكتابة. حتى جاءني واحد من الجماعة فقال لي هذه حروف الهجاء، هو زي بس يعني سمع عنها هذه حروف الهجاء. فأنا بدأت عليها وصريت عليها وحفظتها وبقيت أتردد فيها. بعدين نصحني واحد برضه من بعيد عنا برضه إنسان متعلم، قال في كتاب اسمه جزء عما قاعدة بغدادية. أنا أرسلت واحد من الجماعة كان من عندنا مديرة نزل الطائف جاب لي الكتاب هذا. الكتاب هذا سبب لي سخرية من واستهزاء من المحيطين بي. كل واحد يقول أنت إن شاء الله تطلع فقيه، واحد يقول إن شاء الله أنت تطلع مطوع، استهزاء يعني وتحطيم. قابلت استهزاء وتحطيم ما يوصف. ومع هذا أصريت على موضوع هذا. قال اللي يستهزي يستهزي، واللي يسخر مني يسخر مني، واللي وأنا صريت على الموضوع هذا. حتى استنتجت من الكتاب هذا إن الحروف هذه حروف فعلا حروف الهجاء، وهي سمح أقول الكتاب هذا طبيع لي أول شيء حرف بعدين حرفين مع بعضها بعدين ثلاثة. فبدأت أمشي مع الكتاب هذا حتى طلعت كلمة بسم الله الرحمن الرحيم يعني من نفسي على نفسي. كانت فرحتي في هذاك اليوم ما توصف. وبدأت يعني الفاتحة والحمد لله اتهجاها كذا بسم الله الرحمن الرحيم كذا طلعت معي الفاتحة. وزي ما قلت إني أسمع ما أسمع تشجيع، أسمع له تحطيم واستهزاء من المحيطين بي، لأنه يعني شيء غريب عندهم هذاك الوقت.
والحمد لله الله سبحانه وتعالى التوفيق ما أنسب لنفسي، أنسب لله سبحانه وتعالى. بدأت التدوين، تدوين المذكرات هذه من يوم تعلمت القراءة والكتابة وعرفت أقرأ وأكتب، كنت أدون كل شيء، أدون الأحداث يعني أحداث اللي في عند القبيلة، أحداث في مجتمعنا، أحداث في يعني في كل شيء، مثلا وفاة لا سمح الله، زواج، أمر هام يعني، هذا كنت ما يفوتني سجله في المذكرات هذه، كنت سجل كل شيء كل يوم بيومه، حتى يعني بعض الأحداث الدولية وفي المملكة وفي كل يعني على رغبة وهواية، وقلت يمكن في المستقبل أطلع عليها وأشوف بعض الأمور اللي يعني استفيد منها. في الحقيقة زي ما كانوا يقولون، كانوا يقولون صديق الإذاعة، لأن أنا كنت الراديو هذا صديق لي، ما عندي يعني مونس ولا عندي إلا هو استفيد منه. ما في ذاك الوقت ما فيه التواصل الاجتماعي هذا والأمور هذه وكان تقدر تقول أنه أغلب وقتي عنده، أسمع الأخبار، أسمع البرامج، أسمع أي حاجة أسمعها واستفيد منها. حتى في أني بدأت راسل الإذاعة، وقد راسلت برامج كثيرة مثل برنامج بريد المستمعين، هذا راسلت يمكن حوالي أكثر من 20 مرة، برنامج ما يطلب المستمعون، برنامج فكرة من المستمع، برنامج مجلة الإذاعة، نصيحة للشباب وللكل في الجد والاجتهاد والمثابرة والعزيمة، لأن الإنسان إذا عزم على شيء وأصر عليه وحطه نصب عينه هذا بمشيئة الله يجيبه. فزي ما قلت يعني أنا ما أزكي نفسي، وكلمة أعوذ بالله من كلمة أنا يعني محدودة تعليمي، بس إيش لجل الفائدة، تعم الفائدة، تعلمت من ماشي زي ما يقولون من الصفر. فاليوم الشباب كل شيء مسهل لهم، كل شيء ميسر لهم، المدارس فيه، وسائل التواصل فيه، كل شيء يعني يستفيدون منه. نحن عشنا في وقت الواحد ما يعرف حاجة غير البيئة اللي هو عايش فيها، وأنصحهم يعني بالجد والمثابرة والاجتهاد والعزيمة، فما هناك مستحيل مع العزيمة ومع الجد ومع الإصرار، فما هناك مستحيل مع العزيمة ومع الجد ومع الإصرار. قصة تستحق أن تروى، لا نملك إلا أن نقول بارك الله لك فيما أعطاك وكتب لك أجر سعيك. نستكمل معكم المشاركات الشعرية، والبداية مع الشاعر هاني الزايدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نبارك لفارس هذه الليلة الشاب منصور، ونقول له مثل ما قال الرسول: اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. بدينا باسم علام الغيوب مدبر الأكوان، عظيم الشام محصي كل ما في الأرض سبحانه، خلقنا من تراب وفي بلدنا نزل القرآن، ولا نشرك مع معبود في ملكه وسلطانه. سلام تسليم الوفاء للي حضر من الضيفان، عدا الزخ المطر يوم اختلط برقه وربانه، في محل العز واللي حاضر عند ابن رضيان، شيخ ولصيته وكل الناس جات من شانه، ولابت تاريخها مشهود ماضي الأزمان، في الرئيس قوم وصيتهم ثابت بفعل برهانه. نبارك للعريس اللي الحب الخير فعله بان، نبارك والفرح بقلوبنا ورده وريحانه. وانا من الزود، وانا من الزود رجال العرف وشوكة العدوان، ما عليكم زود، وانا من الزود رجال العرف وشوكة العدوان، اللابه اللي في المواقف دائما لها خانه. سعدنا في بلدنا تحت حكم الواحد الديان، تحت راية علمنا كل حرب نخوض ميدانه، تحت حكم الزعيم ابو فهد راع الحزم سلمان، ليا نادى المنادي كلنا ربعه وخلانه. هو القايد، هو العاهل، هو الوالد، هو الانسان، وهو تاج العروبة والعروبة ضد من خانه. هنا بيت الزعامة والزعامة للوطن عنوان، وطننا منهج الإسلام والإسلام عنوانه.
على حكم الشريعة نجتمع والمسلمين أخوان، وفي هذا الوطن بيت الشرف ما تهدم أركانه، بهالبيت الحرام وفي وطننا الأمن والإيمان حماها الله من أسباب الفتن والشرك ودرانه. أصرف كلامي من ذهب واطلب من الله الغفران، عظيم الشان يغفر ذنبنا زوده ونقصانه، عظيم الشان يغفر ذنبنا زوده ونقصانه. سلامتكم. مشاركة شعرية أخيرة، والشاعر عبد الغني معيض العيالي. لي في الشعر أهل القصيدة 4 سنين، منها استفدت وفدت وأخذت وعقيت، 3 منها في قصيدة الميادين، والرابعة فوق المنابر تعليت. وإن قالها الله ياك عمل معادين، أني لثبت راية الشعر تثبيت، حتى لو أن العمر 21 البيت من شعري عن 400 بيت. تبا تركد عيال الشياقين اللي أتعليت المنابر وغنيت، ما رحت أغرد في تويتر ببيتين ولا قلت يا جمهور سووا لي ريتويت. لا والله إلا جيت قدم الصلاقين وجملت ربعي في المحافل ووفيت، اللي أدعون القيبين الميامين عيبا علي إن كان عنهم تخليت. مساكم الله بالخير. أول شيء باسمي وباسم الشيخ دخيل الله بن رضيان نرحب بالجميع وقل حياكم الله في محل الكرم والجود. أبارك لأخوي العريس منصور بن دخيل الله واتمنى له التوفيق قدام هالسعد إن شاء الله. والله يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهده. من عصر وأنا ترددوا في صدري كلام، من تويلين قبل الليل والجو استوى، كن عيني عين ذيبا متهنا بالمنام، وكن قلبي قلب ذيب اللي منها عوى، يترقب غرة الشاوي وبكر وقام وافترس لو أحد بعد ما الشاوي ضوى. من عصر وانا ترددوا في صدري كلام، من تويلين قبل الليل والجو استوى، كن عيني عين ذيبا متهنا بالمنام، وكان قلبي قلب ذيب اللي منه عوى، يترقب غرة الراعي وبكر وقام وافترس له واحد بعد ما الراعي ضوى. أنا مثله ما هنت المنام ولا الطعام، ناوي اللي علمه الكل مسلم ما نوى، والشعر عندي ولي في الشعر بصمة بهام، فارقه والشعر وأهل الشعر ما هم سوى، شاعر شعره يفتق صليبات العظام، وشاعر شعره ملفق لداء ولا دوى، وأنا مثل قويق ثابت ولا حولي ملام، وغير كم نجم تعلى وكم نجم هوى. الشعر عندي ولي في الشعر بصمة بهام، فارقه والشعر ولا الشعر ما هم سوى، شاعر شعره يفتق صليبات العظام، وشاعر شعره ملفق لداء ولا دوى، وانا مثلك ويق ثابت ولا حولي ملام، وغير كم نجم تعلى وكم نجم هوى. العب بشعري وجيبه على احسن ما يرام، شاعر موهوب ورد على عده الروى، ما سخرت الشعر في الحب ودروب الغرام، ولا بدعته في المغازل وفكر في الحواد، والربعي تاج راسي مقابيس الظلام، افتخر واعتز ولا جعل بالخوى. العب بشعري وجيبه على احسن ما يرام، شاعر موهوب ورد على عده الروى، ما سخرت الشعر في الحب ودروب الغرام، ولا بدعت في المغازل وفكر في الحواد، والربعي تاج راسي مقابيس الظلام، افتخر واعتز ولا جعلها بالخوى. ومن ينافسني في شعري علي بالحرام، ما يجنبني عن القمة وما له لوى، يستريح أحسن له ولا يكثر في الكلام قبل لا يجرح ضميره ويأكل هوى. ومن ينافسني في شعري علي بالحرام، ما يجنبني عن القمة وما له لوى، يستريح أحسن له ولا يكثر في الكلام قبل لا يجرح ضميره ويأكلها هوى. بعدها حسب الوعد والعهد والالتزام، جيتكم بالبكرة اللي رفيعت مستوى، وقتها في واجب الشهم قودن بالخقام، الرفيق اللي حوقيب كله واحتوى، بعيضة كاسب المدح مرفوع المقام، عودنا اللي عند روب المراجل ما غوى. استاهل. بعدها حسب الوعد والعهد والالتزام،
جيتكم بالبكرة اللي رفيعة مستوى وقلتها في واجب الشهم قودن بالختام للرفيق اللي حوقي بكله واحتوى بعيضة كاسب المدح مرفوع المقام عودن اللي عند روب المراجل ما غودع وتجتني وتبقى على صدري وسام لن اسنافي ووافي والجزلة حوى والعيال لهم معزة وحشمة واحترام كلهم وافين وخص حلحيل هو عايض اللي يكسب الطيب والربع حزام عايض اللي غير فعل جمايل ما هو الكريم الاجودي والكرم طبع الكرام والبخيل مره الضيف كشر والتوى العيال لهم عزة وحشمة واحترام كلهم وافين وخص حلحيل هو عايض اللي يكسب الطيب والربع حزام عايض اللي غير فعل الجمايل ما هو الكريم الاجودي والكرم طبع الكرام والبخيل مره الضيف كالشر والتوى والتهاني لك يا منصور يا نسل الحشام والتهاني لك يا منصور يا نسل الحشام يا الشجيع اللي ما تبلش الاول وقت اقتوى وعزوتي يا لاد عيال مروين الحسام كم عدو من لقانا تعثر وانكوى وعزوتي يا لاد عيال مروين الحسام كم عدو من لقانا تعثر وانكوى درع جنبي تاج راسي مقابيس الظلام افتخر واعتز ولا جعله بالخوى مجدنا ما له منافس على قول العوام مهما تكتب عنها الاقلام والراوي روى والاكيد ومحتوى القصه ومسك الختام اكثر الشعار اللي جيت ياكله هوا في ختام هذه الأمسية نشكر كل من حضر ونهنئ للعريس ولوالد العريس فقرة التكريم نبدأها أولاً من أبناء الشيخ يقدمونها لأبيهم وأيضاً هدايا للعريس مقدمة من الشيخ عايض بن معوض العيلي درع زائد مبلغ مالي وهدية أخرى من أخ العريس أحمد دخيل الله عبارة عن طقم عطور وهدية ثالثة من أخ العريس كذلك محمد دخيل الله طقم عطور هدايا تكريمية مقدمة من الشيخ دخيل الله بن رضيان العيلي وأبنائه للمشاركين في الحفل نبدأ أولا بالشيخ عابد بن عبد الله العيلي الشاعر سلطان بن حفنان العيلي
الشاعر عبد الغني معيض العيلي. الشاعر هاني الزايدي. الشاعر كنعان العتيبي. والشبل هشام بن طلال العيلي. لايف قبيلة العيلة الأستاذ طلال معوض العيلي. وهدية أخيرة يتسلمها محدثكم محمد الثقفي. هدية أيضا مقدمة للشيخ محمد معوض العيلي. وتكريم للشيخ حمدي بن حامد العيلي. الشيخ عواض بن حمدان العيلي. اذكر في شيله محده العريس. ها دقيقه بشوف هو كنعان بس وتكريم للشيخ عايض معوض العيلي. بعد كذا ال شيله مهداه من ايه ويشغلونه هناك كذا خلصنا والله يرحم والديك. بعدين انت تقدر نختم أمسيتنا كما بدأناها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا بشيلة مهداة من الشاعر كنعان العتيبي. أمسية ممتعة وألف ألف مبروك للعريس ولوالديه. كنعان ناطر الدعجان مهداة إلى مبسوط دخيل الله العيالي المتاعي أداء رجال العتيبي. حنا
كم جد على روس وجدك علومها يا كم جد على روس وجدك علومها حدنا اعتبها بكمج بن الدخيل يا كم روسنا بكل دق خشومها حدنا للوقفات لها بالدليل قبيل تنتع ربك وعزومها الفني تقدم شيلة من كلمات الشاعر عبد الغني معيض العيلي أداء المنشد حسام الثقفي الشعر عرف موهبة في نظم ولا ملعبة ما هو بشاهد أشربة يلي تحس بنا سهل وانا لي حان الطلب شاعر ومثل لي عرب وانحت بيوت من ذهب واحلى هذا دخيل والشجاع
سحاب الصوت للإنتاج الفني تقدم شيلة من كلمات الشاعر سلطان بن حفنان العيلي، أداء المنشد عبد الرحمن بن فراج الحاكم. مرحبا مزنة تنسى
الصوت للإنتاج الفني تقدم شيلة من كلمات الشاعر عبد الغني معيض العيلي وأداء المنشد حسام الثقفي. الشيخ أبو عيضة هلي فالمواقف يبان الوافي عم هوى المرجل خانها وعيالها اللي لهم شيمه وقيمه وشان أهوانهم اللي فعوله ما حد انطالها أنا وله لا إله إلا الله المستعان المرتدي بالعباد وعالم أحوالها والثاني عند قوم يكسبون الرهان الجود من طبعها والمدح يفنانها الشيخ إلى منصور دخيل الله العيالي النفيعي أداء جاد العتيبي. حنا عتبة بكم جبان الدخيل يا كم روسنا بكدرك خشومها وجدك علومها يا
كل شومه من صدق خيل الله وله فعل يهيل والنعم يجريها ويفرق سومها والشيخ الارتكا شال الثقيل دخيل الله الرجال يقضي سومها وعين بلاد النبيع ولا يمين تجعل الجد اصحاب يرومها يا مرحبا في حفلة الحر الاصيل فهلا شباب انتم من في الطريق تحيز ما والله يخليك